عمري 18 سنة، بحب شغلة التصوير كتير. كنت دايما أتصور بالتليفون بكاميرات عادية. كل شيء تصوير، بحب أنه أخذ لقطات عفوية، بحب أخذ شيء شفته عجبني خلاص بحب صوره. سمعت من هون في المخيم انه في بالNRC يعني منظمة انه تساعدنا انه على التصوير كمان، فحبيت اتسجل معهم واكتشف شو في شيء جديد، يعني في كاميرات مثلا متقدمة، في تكنولوجيا جديدة، في كثير شغلات جديدة حبيت اتعرف عليها، حبيت اعرف شو هي. The aim of this workshop in the camp was to be able to explore the stories within young women that are here and to be able to express that story through a visual medium like photography and then also through the written word through poetry. أنا من رائحة الشتاء، من أعماق المحيط، من ياسمين المنزل. يعني بدي أوصل رسالة إنه من خلال إنه الشيء اللي صار معنا بصور، هاي الصور اللي صارت بسوريا ولا أي شغلات كثير اللي صارت معنا بسوريا. هلا بالتصوير صور هاي كانت قديمة، ولما إن شاء الله بيفرجها علينا بنصور الشيء الجديد ونتفرج على الصور بصير القديم كله ذكرى وخلص من التاريخ. فبنوصل إنه للعالم كله إنه صار إحنا رجعنا عمرنا بلدنا من أول وجديد.